السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر. البنات اللي ما اشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشهارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية ان شاء الله. قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة. انا عاملة سلسلة كبيرة جدا على القناة عن التفكير المستمر. ياريت تراجعوا الفيديوهات. اللي ما اشتركش في القناة فضلا يشترك في فيديوهات مهمة جدا جدا جدا، ولايك وشير، لان اللايك والشير بيساعد في نشر هذه الفيديوهات في ناس عايزة تسمع مثل هذا المحتوى. النهاردة هنتكلم عن هل يشعر الرجل بالمرأة عندما تفكر فيه؟ الاجابة بكل بساطة نعم يشعر بتفكير المرأة القوي فيه، ويستشعر شعورها تجاهه بسرعة كبيرة جدا جدا، لان الرجل في موضوع العاطفة ده والمشاعر ذكي جدا جدا، وبيلقط بسهولة المرأة اللي بتحبه، المرأة اللي معجبة بيه، بيعرف بسهولة جدا جدا في نسبة ذكاء طاقي عن المرأة، فهو تلاقيه عارف على طول قبلك كمان، عارف ان انت بتفكري فيه واستشعر هذا الامر من غير انت ما تنطقي بولا كلمة، من مجرد بس التفكير، من مجرد بس ادراكه الحسي. يعني الرجال بيبقى عندهم ذكاء طاقي اكبر من المرأة في حتة العاطفة والحب. نعم يشعر ويحس ويحب ويفكر ويغير، لانه ببساطة بشر وانسان، تنتقل اليه الطاقة بكل سهولة، زي ما انت بتشعري بطاقة التفكير بتاعته هو بيشعر بطاقة التفكير بتاعتك. انتوا الاثنين بشر، والطاقة بتتنقل ما بينكم من خلال الاحبال الطاقية. الطاقة بتنتقل اليكم بكل سهولة لما بتبدأوا تفكير في بعض، وبيبدأ يفكر وباله يبدأ ينشغل بيكي، وبيكون رومانسي جدا جدا في هذه الفترة. وممكن تلاحظيها في البوستات اللي بينزلها، في التصرفات معاكي، في سلوكه. هتلاحظي ان الفترة دي لا هتلاقي سلوكه بقى معاكي غير الفترة اللي قبل كده. يعني مثلا الفترة اللي قبل ما يحصل ما بينكم انسجام طاقي وروحي، هتلاقي كان بيعاملك عادي، كان بيعاملك بطريقة اجريسيف شوية. دلوقتي ممكن تلاقيه بيعاملك بلطافة، عايز يقدملك اي خدمة، عايزك تطلبوا منه اي طلب، عايز يساعدك باي طريقة، عايز يظهر نفسه قدامك بأي طريقة. فطريقته وسلوكه هيتغير، وانت هتلاحظيها في هذه الفترة. طريقته هتغير معاكي 180 درجة. يعني لو كانت طريقته عادية محايدة، لا هتلاقي طريقته بقى اوفر شوية في الاهتمام. نعم يشعر ويحب ويفكر، وتلاقيه بيقرب منك عن طريق المسافة. يعني ايه؟ الشخصية اللي تلاقيه هو بيحبها مثلا، بيحب يعدي من قدام بيتها، بيحب يراقبها على الفيس، على الواتس، على وسائل التواصل. لو في شغل، في نطاق شغل، واحد تلاقيه قريب منك في المسافة طول الوقت، عايز يقعد جنبك لو انتوا في منطقة عمل او في مثلا في مكان واحد، فتلاقيه عايز يقعد معك اطول فترة زمنية. فاهمين؟ يعني بيحب يتقرب منك على طول، وتبقي قدام عينه على طول ومراقبك على طول، لان في هذه الفترة طبعا بيطرق عليه شعور الغيرة، بيبقى غيران عليكي من اقل شيء، وبيراقب كل تصرفاتك. يعني لو شافك واقفة مع حد غريب، يعني نار الغيرة بتشتعل جواه، بيبقى عايز يعرف انت واقفة معاه ليه، وايه علاقتك بيه، واسمه ايه، وبيقولك ايه، وبتقولي له ايه، وايه اللي بيحصل. لا هتلاقي الغيرة اوفر زيادة عند الرجل اللي بيحب واللي بيفكر كتير في هذه الفترة. لازم نعرف ان لكل قاعدة شواذ. طبعا عشان انا هنا بتكلم عن الرجل لما بيحب بصدق، فعلا طاقته بتبقى عاملة ازاي وبيحصل ايه. يبقى انا في الحلقة دي بتكلم عن الرجل لما بيحب وبيفكر في امرأة بصدق وبقلب صادق وبنية ان هو يرتبط بيها، فتفكيره بيبقى عامل ازاي. نعم يشعر، ولما بيخلص في حبه بيخلص وبيتألم جدا جدا، وبيفكر بشدة في المرأة اللي بيحبها، لانه ببساطة هو بشر زيه زيك، بيحس بنفس المشاعر اللي انت بتحس بيها.
بيتألم من مشاعر الفقد والاشتياق والحنين للمرأة اللي بيفكر فيها، بيشعر وبيحس وبيغير عليها جدا جدا، وبيراقب أي سلوك أو أي تصرف بتعمله، وبيعتبر المرأة اللي بيحبها كأنها شيء بيمتلكه، حتى لو مش مرتبط بيها فهو بيعتبرها شيء ملكه، بيبقى حاسس ان هو عايز يحميها، يعمل لها اي حاجة، يدافع عنها، يقدم لها اي مساعدة زي ما قلت قبل كده، فهو حاسس انها بنته، امه، اخته، بيبقى حاسس بمشاعر وعاطفة حنين تجاه المرأة اللي بيفكر فيها. نعم يشعر ويحس، وهتلاقيه بيحلم بالمرأة يوميا، وهتلاقيكي انت بتشوفيه في الحلم كتير جدا من كتر تفكيره فيكي، هتلاقيه بيراقبك بشكل هستيري على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الحقيقة هتلاقيه على طول في الأماكن اللي انت ممكن ان انت تمر فيها او تكوني متواجدة فيها، هتلاقيه متواجد هناك باستمرار، سواء في نادي، سواء في كلية، سواء في مكان عمل، هتلاقيه موجود باستمرار في الأماكن اللي انت من المحتمل ان انت تكوني موجودة فيها، هيبقى عايز يتواصل معاكي ويكلمك ويطمن عليكي بأي شكل من الأشكال، مجرد بس ان هو يطمن عليكي ده شيء بيرضيه، يعرف ان انت بخير وكويسة، ده شيء بيرضيه، هو بيبقى هيتجنن ويطمن عليك ويشوفك ويعرف أخبارك، هيعمل كل اللي بوسعه علشان يرتبط بيكي. الراجل فعلا لما بيحب بصدق بيحب ومخلص جدا في حبه. عارفة ان في ناس هتعترض وهتقول الرجل مش مخلص بطبعه، لا الرجل مخلص بطبعه، الرجل لما بيحب بصدق، الراجل بمعنى كلمة راجل لما بيحب بصدق بيخلص جدا جدا، وهتلاقيه من شدة خوفه عليكي ومن شدة حبه ليكي ان قد تلاحظي في تصرفاته بعض التجاهل، بيبقى خايف ان انت تعرفي ان هو بيحبك، بيبقى محروق ان انت تعرفي ان هو بيحبك، بالرغم من ان الرجل مقدام وممكن يعترف وممكن يقول وهو اللي بيقدم على الاعتراف بالحب، لكن برضه بيبقى فيه بعض التردد، بعض الخوف، خايف من ردة فعلك، خايف ان انت ترفضيه، فهو هنا بتلاقيه واخد جنب او متجاهلك، بيراقبك من بعيد لبعيد، خايف من ردة فعلك لما تعرفي او في حاجة منعاه، فتلاقيه بيحبك في صمت، بيحبك في صمت، انت بتلاحظيه، والتجاهل برضو موجود زي ما هو موجود عند الرجل موجود عند المرأة، لان هما الاتنين بشر، هما الاتنين بشر، السلوك اللي بيحصل هنا بيحصل هنا، لكن بتختلف لطبيعة كل من الرجل والمرأة بنسب، ربنا ما خلقش البشر زي بعضنا، ده شخصيته مختلفة عن ده، دي شخصيتها مختلفة عن دي، كل انسان ليه شخصية معينة وليه بصمة طاقية وليه مجال طاقي معين، فتلاقي ديت بتبقى نسب متفاوتة، التجاهل والاهتمام والحب دي بتبقى نسب متفاوتة، لكن احنا بنتكلم في الاغلبية، معظم الرجال اللي بيحبوا بصدق بيبقوا مرتبطين بالمرأة اللي بيحبوها ارتباط قوي جدا جدا، حتى لو ما ارتبطوش بيها، حتى لو اتجوزوا غيرها، فتلاقيهم هي في دماغهم على طول.